السلام عليكم حبوباتي، خواتاتي وخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاع تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا معايا في الصور غادي نشارككم فطائر ولا بريوش مالحين، كيجيو رائعين خفاف ويجيو مرقين، واكيد بنان، البنة هي الاساس بالنسبة لهاد الفطائر. ساهلين ماهلين ان شاء الله يجيوكم، يعني واكيد يعني جوني في المتناول، ماشي شي حاجة اللي كبيرة. هنا شنو عندي بالنسبة للفرينة، عندي 400 غرام ديال الفرينة اللي تعبر بكاس ديال العنبة، دير 3 كيسان ديال العنبة. عندي زوج علب نتاع الطونه ديال الطماطم، تقدروا تعوضوها بالطونه نتاع الزيت وشنو هي تصفيو لها الزيت ديالها. عندي 100 غرام ديال الجبن، يعني الجبن غابي. عندي الحليب دافي باش غادي نجمع العجينه، وعندي 100 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال الزبده تكون هكا في حراره الغرفه. وعندي الملح كيبقى حسب الذوق، انا هنا درت معلقه صغيره. وعندي فلفل اسود، وعندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. هادو هما المكونات اللي عندنا، كما شفتوا بساط، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. اول حاجه غادي نديرو ناخذ الفرينه ديالنا، نضيفوا لها الملح والابزار، كذلك غادي نضيفوا الخميره ديال الخبز كما قلت لكم ملعقه كبيره. غادي نضيفوا كذلك، غادي نخلطوا بعدا هاد النواشف مع بعضياتهم باش تدخل لنا ديك الخميره كاع تجانسنا مع الدقيق بهذا الشكل. ونضيفوا الزبده اللي غادي نقطعها هكا مربعات باش دغيا تدخل لي في العجين ديالي في الفرينه. هاد الفطائر كما قلت لكم يجيو خفاف، ديروهم في الكوتي، ديروهم يعني ترافقوا بهم اطباق ديالكم، يعني ملي كديروا شي حاجه نتاع البويون ولا الحريره ولا ترافقوا بها. ونضيف الجبن كما راكم تشوفوا، درت انا 100 غرام، وغادي ندخل مزيان هذيك الزبده في الدقيق بهذه الطريقه هذه حتى يتجانس لي كل شيء. بالنسبه كما قلت لكم انا غادي نضيف هنايا طونه، انا درت زوج علب ديال الطونه نتاع الطماطم، يعني شحال ما كثرتو شحال ما تجيكم لذه اكثر. انا في هذا المقدار درت زوج علب طونه. بغيتو تعوضوهم بالطون ديال الزيت، ما بغيتوش تقدروا تعوضوهم بالكفته، يعني اللحم المفروم اللي تشحروه شويه، تشحروه في المقله وتضيفوه. بغيتو تضيفوا الدجاج، ولكن الصدر نتاع الدجاج تقطعوه رقيق وتقليوه عاد ضيفوه. انا هنا استعملت الطونه. غادي نبدي نخلط بالحليب، انا هنا خدات لي تقريبا هذا الكاس نتاع الحليب دافي، ولكن نتوما ما ديروش عليا نيشان، ديروا على حسب ما تجمعوا العجينه ديالكم وصافي. بهذه الطريقه كنجمعها كما راكم تشوفوا، بحال اللي غير ندلكها شويه، غير واحد زوج دقائق هكا باش تجانس لي. نخليوها ترتاح 5 دقائق، ماشي ضروري تخمر، فقط خليوها ترتاح 5 دقائق باش دغيا تسرح لنا. ملي نخليوها ترتاح 5 دقائق نديروا على طاوله العمل، نرشوا شويه نتاع الدقيق باش ما تلصقناش، ونورقوا العجينه. العجينه ملي غادي نورقوها ما نديروهاش رقيقه، نخليو واحد انيدم، يعني 1.5 سنتيمتر هكا تقريبا. وهنايا كديروا الرشام اللي بغيتو، يعني بغيتوه دائري بغيتوه. انا هنايا اختاريت رشام على شكل ورده كما راكو تشوفوا، تقدروا ديروا اي رشام بغيتو، ديروا على شكل مربع، يعني كاين مراشم زوينين هكا نتاع الاطفال او ثاني زوينين فراشات ولا. انا خديت هذا المرشم، كمل كاع العجين اللي عندي بهذه الطريقه، وكما قلت لكم ما ديروهش رقيق، يعني يكون شويه بهذا الشكل كما راكو تشوفوا. ناخذ الصينيه ديالي، نرش عليها شويه نتاع الدقيق ولا ديروا لها ورق نتاع الفرن، وحطوا الفطائر ديالكم، خليو شويه بيناتهم لي سباس، غطيوهم وخليهم تيخمروا. الا بغيتو تسرعوا اكيد عمليه التخمير مع اليوم البرد، غادي تسخنوا الفران تطفيو عليه وتخليوهم يخمروا. هنايا حتى يخمروا تاخذوا بيضه، انا هاد البيضه ضفت لها شويه ديال الكيتشوب، في نفس الوقت كتحيد لي الزفوره ديال البيض وتعطيني لون زوين. وانتم داكشي اختياري، ما عندكمش ما ديروش، ماشي ضروري، فقط دهنوا بالبيض، ديروا له شويه نتاع الحامض باش ما يبقى يقعدكمش الريحه ديالو. كندهنهم بهذا الشكل هذا. من بعد كدرت هكا اختياري، درت هكا واحد النقيطه ديال الكيتشوب، كتعطيني واحد الشكل زوين بحال الورده، وما كيسيح لكمش حتى دخلتوا الفران، ما غاديش يسيح لكم ولا شي حاجه. ما عندكمش تقدروا ديروا شويه نتاع الجبن المبشور في الوسط. كندخلهم للفران يحمروا من الاسفل، نزلوهم ياخذوا له الحموريه زوينه كما راكم تشوفوا، ونقدموهم. كيجيو بهذا الشكل، كيجيو رائعين، كيعجبوني نقدمهم هكا في الكوتي. كل مره كندير لهم شكل في شكل، يعني كل مره شنو كيعجبني ندير لهم نحطهم هكا في الكوتي. واذا كانوا عندي جايين شي ضياف ولا نديرهم غير العادي لينا،
ولا شي مره كنديرهم حتى الغدا هكا، الا كنت دايره الحريره ولا شي حاجه نتاع البويون، شي حاجه خفيفه يعني، كنديرهم معاها وكيجيو رائعين. يعني كما قلت لكم ديروهم بالطون حتى ولا بالدجاج يعني رقيق، كيجيو زوينين والداخل كيجيو مورقين وغيجيو خفاف. ما يعني كتلقاو ديك البنه زوينه نتاع الطون والفروماج، كتلقاو ديك البنه حاضره كما راكو تشوفوا. انا في هذا المقدار درت زوج ديال لي بواط نتاع الطون، كما كتشوفوا كيجيني مورق. شوفوا الداخل كيفاش كيجي، كيجي رائع جدا، شفتوا كيفيه سهله ولذيذه. نتمنى يعجبكم فيديو اليوم، الا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم تعليقاتكم، واللي جديده في القناه نقولها اشتركي فيها بالضغط على ابوني والجرس الصغير. ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم واخواتاتكم اللي عزيز عليكم. خليتكم على خير، الى اللقاء.